بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعرف كيفية عمل جداول قابلة للتحريك بشكل سهل وبسيط. طبعا تحريك الجداول يكون صعب في حال لو تم إدراج الجدول بشكل مباشر من خلال إدراج جدول. الطريقة الأسهل يتم عملها إذا كان عندنا جدول صغير يتم تحريكه بشكل سهل بهذه الطريقة، وهي من قائمة إدراج مربع نص. راح نجي نرسم مربع نص، رسم مربع نص، وراح نضيف جدول بداخل هذا مربع النص. قبل كل شيء من قائمة تنسيق المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. الآن من الصفحة الرئيسية نحول اتجاه المربع إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، ثم من إدراج جدول راح نضيف جدول بهذه الطريقة. ممكن هذا الجدول يتم توسيعه بهذا الشكل، وطبعا بإمكاننا نضيف معلومات بهذا الجدول، مثلا التسلسل، الاسم. طبعا هذا الجدول بإمكاننا ننسقه بشكل سهل من خلال التنسيقات الإضافية اللي ممكن نضيفها طبعا، وهكذا بهذا الشكل. ومن ثم طبعا توسيط، أيضا بإمكاننا أن نعمل توسيط عمودي للنصوص. طبعا راح نخلي الحجم 14. ومن قائمة تخطيط نجي إلى هذا الخيار اللي هو توسيط عمودي بهذا الشكل. طبعا بإمكاننا نضيف قائمة رقمية، وأيضا بإمكاننا أنه نحذف الترقيم من خلال نقصان المسافة البادئة. طبعا هذا الجدول بإمكاننا أنه نعمل جدول آخر، ولكن أنا راح أستنسخ هذا الجدول. طبعا أضغط على Ctrl وأسحب وأستنسخ هذا الجدول. أيضا بإمكاني أنه أسحبه نسخة أخرى. مثل ما نلاحظ أنه الجداول سهلة جدا بالحركة، بإمكاننا أن نحركها بسهولة. أيضا بإمكاننا أنه نغير الألوان بشكل آخر ونتعامل ويا الجداول بشكل سهل من خلال هذه الطريقة.